غدا عادي، غدا لذيذة فرفوشة، غدا من الناس لما بتشوفيها بوزيتيف انرجي، شيز فول اوف انرجي كده، لما بتشوفيها ما ازيك عامله ايه وحشتيني والله العظيم مجدي لسه كان بيدور فاهمه يا غادة انت عارفه غادة بتتكلم كده وحشتيني لذيذه 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 غادة اتكتب زمان ساعه مسلسل المصرويه هي عملت الجزء الاول وانت عملتي الجزء الثاني طلع بقى الصحافه كتبت وعناوين وميسه حمدان خدت دور غدا عادل ومش عارف ايه والكلام ده كله لا ده غدا هي اصلا اللي اعتذرت هي اللي اعتذرت عن الدور انا عليا لا انا بيا ولا عليا انا حته واحده لسه كنت طالعه ولا 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 في ايدي اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها دي هي كانت اعتذرت وحتى صراحه انا ما اعرفش كان ايه اسباب اعتذارها عن الدور وبالعكس انا كان حظي حلو انه اختاروني ان انا اعمل الدور بصراحه كانت تجربه جميله وحلوه و... وايام حلوه مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه راجل جميل و... لا لا دي حبيبتي دي غدا لذيذه قوي بتتكلموا لحد دلوقتي بشوفها بعض كويسه بشوفها كتير بشوفها يعني مش اللي هو مش بننزل نخرج مع بعض بس مثلا في الساحل كان اكتر وقت بشوفها في الساحل لا لذيذه فرفوشه وجميله الصوره اللي بعدها رامي عياش لذيذ برضو رامي عملت معاه مسلسل من اهم المسلسلات بالنسبه لي انا كممثله يعني انا مسلسل امير الليل يعتبر في مسيرتي الصغننه قوي انا بشوفه اكتر مسلسل انا مثلت فيه كويس هو مسلسل كان لبناني مصري وكان بطوله رامي عياش والمسلسل ده من المسلسلات العزيزه على قلبي بشكل غير عادي وحبيته وعملت الدور من قلبي وكان مسلسل جميل اغنيه بحب الناس الرايقه ايوه اتعرضت عليكي قبل رامي عياش ايوه اتعرضت كنت انا هغنيها وعملت اصلا عند عملت الديمو بتاعها ورحت سجلتها في الاستوديو يعني انت كنت موافقه تغنيها لا اقول لك اللي مع حصل مع عدويه برضو كان دويتو مع عدويه كان نفس اللي حصل انه انا كنت هعمل فيلم مع تامر حسني من انتاج يعني انا تامر كان كذا فيلم هعمله معاه يعني هي بس ربنا ما اردش انه يتمم في في في, في الافلام دي ولكن كان في فيلم كان هيبقى ميوزيكال كان هيبقى انا وسومه وتامر حسني وهيثم شاكر او حاجه زي كده كانت مجموعه من انتاج استاذ نصر محروس اكيد ببعت له تحيه لانه هو حبيبي قوي بحبه جدا وكانت انا دوري فيه بنت بتغني في بار شعبي في اسكندريه وكانت دي هتبقى الاوبننج بتاع الفيلم اغنيه وبحب الناس الرايقه والفيلم ورحت عملت سجلت الاغنيه مش تسجيل بس رحت عملت جربت الاغنيه بصوتي وعملنا الديمو بتاعها والفيلم ما اتعملش والاغنيه ما اتاخدتش يعني الاغنيه دي انت كنت هتغنيها في فيلم بالظبط في فيلم غنائي بالظبط ما اتعملتش الاغنيه وما اتعملش الفيلم بعد كده خدها ازاي رامي عياش عادي خدها معرفش حتى اشتريها بقى يعني حد سمعها من حد او حاجه واشتريها مش فاكره مين حتى الملحن للاسف سامحني الملحن انا مش فاكره مين كلماته الحان مين لان الكلام ده من زمان قوي خدي بالك هو ما خدهاش اون ذا سبوت يعني مش وقتي يعني مش بعدها وقت بفترة. دي فتره طويله فترة طويلة لكن انت ما رفضتيهاش لا ازاي لا ما رفضتيهاش وكنت ساعتها خايبة شوية زي ما بيقولوا ما نسي عندي القدر الكافي من الذكاء ان انا عجباني الاغنية اروح انا واخدها لنفسي مثلا ما عملتش بقى دي كلمات ايمن بهجة قمر دي طبعا تحية ليهم كلهم القائمين على عمل الاغنية دي